خش على الخبر الحلو اللي كنت لمحت عليه في البدايه. الاتحاد الدولي زي ما حضراتكم عارفين طبعا اعلن عن معايير التاهل لكاس العالم للانديه 2025 بنظامه الجديد اللي هو اتاح بقى هنا للنادي الاهلي المشاركه وبعض الانديه الاخرى. طيب هيبقى ازاي؟ هيقام بمشاركه 32 فريق كل 4 اعوام، بنتكلم بدءا من 2025. والفيفا كمان اعلن مشاركه يعني ابطال اخر 4 نسخ في البطولات القاريه الكبرى اللي منهم طبعا النادي الاهلي، اللي يتاكد هنا مشاركه النادي الاهلي بصفته بطل لدوري ابطال افريقيا 2021 او النسخه 2021. بنص القواعد على مشاركه 12 فريق من اوروبا، 6 من امريكا الجنوبيه، 4 فرق من افريقيا واسيا وامريكا الشماليه، اضافه كمان لمقعد هيكون للبلد المضيف ومقعد كمان لقاره اخرى. طيب او يعني القاره اللي هي بتكون موجوده. طيب كمان من الانديه اللي ضمت مشاركتها او ضمنت خلينا نقول مشاركتها بطوله عندك بصفاتهم هنا طبعا بتكلم على 2025، ريال مدريد طبعا، تشيلسي، وداد مغربي، هلال السعودي، انا مش عايزه انسى، بالميراس البرازيلي، عندك فلامينجو، صح بالميراس وفلامينجو مظبوط كده، وسياتل ساوندرز ومونتيري المكسيكي. فبالتوفيق، بس انا شايفه ان طبعا فرصه النادي الاهلي جت لغايه عنده زي ما احنا بنقول، فان شاء الله نقدر نعمل فارق كبير جدا في النسخه اللي جايه من كاس العالم للانديه، ان احنا نستحق ده. نقدر نقول ان القدر قال قوله في هذا الاطار، وبالتالي نتج عن ده ان شاء الله هتكون في مشاركه جديده للنادي الاهلي في النسخه القادمه من كاس العالم للانديه.